بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وحن بلابنا إن شاء الله سورة السبع إلى آية أفر يطبنات سورة السبع وسورة الصدن يا أفراد ترتيب القرآن كريم آية يدن وكنتن يا أفر سورة ومكي سورة هل آية الليرام لها ومدين يا سورة من السور المكية بيكمتها مركا أرغن الحمد لله سن سورة بالغو بالله حمدك سورة الفاتحة يا نعام يا سورة الكهف يا الله وضن سوريته وخبر خبر وحا ليلة وحي واربحين بأكلوي خبر وحا ليلة الحمد لله وين لكن وين أمر يسا سيدو الله يسوق مهدي يسوق عمدي إني نقول وحمدنا الله إن أمر يا سبحانه وتعالى وضع أين مره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد أمان يوناد لله الله يوهاله الذي أله له أسقنا ذي ملكي أهان ما في السماوات سماد وحك السقن وما في الأرض أرض وحك السقن ملكا وعبيدا وخلقا أبو رد يلهانشها يتصرفك وله الله وحاسونا ذي الحمد أمانية ما في الآخرة. سيد أدونك أو الله ما هاد أوليها. وآخرا أولي مكة آخر الله تجو. الحمد لله ليها دانا لهذا وما كنا لنتيلنا. إذا أبى الله ما هاد شيئا مكة هلك الله تجان. وهو الله الحكيم كفل سوي في الكيس ودان السنيه الخبير لخلقه خلق جيس عقبال كوا وكور هيا. الله سبحانه وتعالى سيد يسجو حمدي. وإن أن نقول وحمدنا شنتها سورة ذا الغب الله منه والحمد لله وين مركه وحكاية أنتها الحمد لله الله له يحمد الله كحمديا يا إن لقنا أمر لنقصينا يا وحلا وحي السماء ترى وحي أرض ذا كي السماء أرض الله افترض الله بإسكاله خلقه وملكه وعبيده وتصرفه سلاك تصرفه سلا الله أدونك وحمدي يا مانو ليه يؤخرنا ويا لنا إلى جنة سلام بآل خير وحمدي الله سبحانه وتعالى الحمد أمان لله الله يسقناتي الذي أله له وسقناتي ما في السماوات سموك وحك سقنا وما في الأرض أرض وحك سقنا كل سرع إسكاله سرع أبوري ساكت تصرفه وله الله وحوسنا الحمد مهدي أمان في الآخرة آخرنا سيد أدونك محمود يهي يؤخرنا محمود يهي الله سبحانه وتعالى وهو الله الحكيم كفلسا والخبير وقال لبدا المسألة لبدا اسمها اللي نوصوا لدي إله واحد وقال وكوية مركة الليلة تها عاصين بيكاد لقنتها وحكيم مركة الليلة وحفي عنه حسوا الله سبحانه وتعالى يعلم ألا وحقوقها ما يليجوا وحق له في الأرض دولك نحديسة له وفوقك كودة آئي كذلك كوكا يتاني داتك اللغو آسائي فريد اللغو التلالي اللغو نحديسة اللغو أبوري الله باكوار هي ووجيه وما شيء ووجيه يخرج كبحة منها أرض ذك صباحا نبات كان كرو كصباحا يجي ووجيه وما شيء ألا ووجيه ينزل كسود دجا من السماء السماء ذك سود دجا سيدا مدركا خزقة مامركا رحمة حاجة سك سود دجا ألا ووجيه وما يعرج وحي فولا ووجيه فيها سماء فولا وعماش بني آدم ككرلو قاضي يجي وحوي الله هو ذوقه سبحانه وتعالى وهو الله الرحيم كان حريستوي الغفور والعاف حالي نوشيك الله سبحانه وتعالى علم جيس وبلاليه العلم جيس مركا لشيك وحكاته قانتها الله وكوغيه ها عاصين مركا الله سبحانه وتعالى أرضه وحد قاله وكوغيه سيدا أبورك اللغو أبو رأيه إياه انتي كود أن قاله إياه بدك ميتك اللغو آسيه كذيك كو آسانيه كل الله هو ذوقه سبحانه وتعالى waxa kasoo baxana wogiyaha nabaadku kamid yahay waxa samada kasoo daga alla wogiyahay sida raxmada iyo madarka iyo malaa'ikta iyo waxa samada fuulana alla wogiyahay waa amaash bani aadamku kamid yihiin allah subhanahu wa ta'ala war rahim al ghafur fajeeyo ka qosan raxmadiisu waa balaadan tahay waa ghafur ar rahman marka aad muumin noqoto ehel tawxiida wixii khad ah ka dhaca alla raxmadiisu waa diyaar ku waay ka qosan يعلم ألا وحو أقيهي ما يليج وحق قال في الأرض أرضا قال وأبورك لغو أبو رأيه فوبك كد آئيه وحاسو أقيهي ميت دائيه وما يخرج منها وحي كسو بحانه وأقيه ونباتك كميديهي وما شين ألا وأقيه ينزل كسو دقا من السماء السماء سيدا ملائك تأيه مدرك أيه رزق أيه مامولك أردن وما شين ألا وأقيه يعرج فولة فيها سماء فولة سيدا عماش بني آدم كوكالي
وهو الله الرحيم وكان حريصا وين الغفور والعاف لبضع مقعد علينا وصوت لك إلهي والرحمة وغفور وحوى البديات بكوليه وقال الذين كوي وحيد عليهم كفروا قالوا بي لا تأتينا نائما ما يسعى الساعة ساعده نائما ما يسعى قلوا حد كتر بلا وإيمان والربي بان كردار تيساده بالليل لا تأتينكم وإذين إيمان ربي عالم الغيب وحما قنقا ربي ذا لغا سفين لا يعزب كمال ابنه عنه ألا حقيسة مثقال ذرة قرآن شوز زنكيت كمال ابنه في السماوات سمضى دحدد ولا في الأرض ولا أصغر وحي يرنه كمال ابنه من ذلك كاكسير ولا أكبر وح كوينه كمال ابنه بهاشا كسي وين إلا الله كنا في كتاب كتاب يكسو غيه مبين وواضحه عاد قالت وحي دهنين ساعد إيمان ميش نبقى كردار علي سبح آيضات يا نبقى يو كردارانيا سبح آيضات من أفراد مجرد ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين سورة يونس سورة كلمة تغابن زعم الذين كفروا الله يبعثوا قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبعون يا آيضا سبح لاس مدول بالنبقى كردار علي إني ساعد إيمان ميش walla la xisaabtamayo ku dhaaraa nabiga lagu yiri alayhi salaatu wasalaam marka allahi sidaas aha ya wuxuu nabigiisa ku jira saacadu inay iman waa huba wax allah kale midana sidiisa ma jiro quraanka xataa wax la wasan samadii ardal wax ka yar quraanka wax ka weyntoona wuxuuba way qoran yahay ilaahay cilmigiisa kasako ugu duu ogyahay kasako waa wax qoran oo malaa'ikatu ka wareysay way waqala alladina ku waxa ilaahdeen waxa ilaahay cilmigiisa leenoogu sheegay subhaanahu wa ta'aala is ilaaliyo ku xidnaado caabida lugulay ilaahay kama qarsoonid waqala alladina ku waxay ilaahdeen kafaru gaalobay la taatiina saa'atu sa'adu naiman mayso qul waxaad ku tiraa balaa way iman warabbi baan ku dhaatay la taatiyannakum wa idin iman allahi aalimul ghaibi waxa maqan ogaa rabbidaasa laga sifeynayo la ya'zubu kamal libdo anu alla haqiisa mithqalu dharratin quraan cha wazankeed في السماوات سمد دخدهد كغمال لبد ولا في الارض ولا شيء كمال لبد ولا اصغر كخير كمال لبد من ذلك كقران شدا ولا اكبر ككون الا في كتاب بكشوين مبين واضح الله سبحانه وتعالى ساعد محوكيني ساعد محيمن يجزي الذين كونوا ابال مريو امنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل صالح الصالحات عملا ناسن اولئك كوا اللهم حوسغناده مغفرة ذنب دافيو ورزق رزق كريم وين أو جنة والذين كوا سعوا كدد علي أو أسعدي في آياتنا في إبضال آياتنا آياته يقو بربرين تولا معاجزين يقو عجز يلي إسله أو بحصد إسله أولئك كوا اللهم حوصون هذي عذاب عذاب من رجز عذاب عذاب كاسو أليم كل الأبول الحانو تيوه الله سبحانه وتعالى قيامته محيو إيمان قيامته وحيو إيمان مؤمنين تعمل كود صالح هي إنه الله أبال ماي عمل كصالح إن بدن بام برارجني عمل كصالح اللي وجه الله وإنه شرك بكبد بعد المركا على طريقة النبي الله وإنه بيدعو كبد بعد المركا كاس عمل صالح عليه دات كنوع عاسي دم بالله في رزق كريم إليه هو كود ذالي إلي آيدها بربريان وكشهر جيت ذي يبغى إلا طه إلي بحسن كرام عذاب كلل بيليهم كواش أو حنوشيا إليهم ولو حسبوا بالإسلام مركا واحد جنادي يخير كالجوه إليه واحد عذاب كالجوه قال لا بدأوا نصبر بري لسيدنا اللي نوجش يا قال لا بدأوا نصبر بري قولي قال إسلاح حسابك وحوي مركا إسلاح صح سنة قرآن كريم كي سنة النبي إشكوس والله بيشات كي تجي في إسلامك واحد كده كان تاعي وبدأ هذا هيسو قرآن كون دش دش كإسلاح سارواي الله سبحانه وتعالى قيامهم حقوق يعني ليجزي الذين كونوا أبال مريو آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل صالح الصالحات عمل ناقصا أولئك كوا النوع عاصى المؤمنين تعمل كود صالح يعني لهم حوصون على مغفرة ذنب بالله يورزق رزق كريم وناقصا وهو الجنة والذين كوا سعوا كد دالة سعوا الصعدوا كد دالة في آياتنا في إبضال آياتنا آياتها يجا كبر برنتو دي كهر إيمان تكون معاجزين حالي عجز قليا إسليهين والله وقد كبح سنكرتان إسليهين أولئك كوا اللهم حاوسون هذا عذاب عذاب أمرهج عذابه
عذاب كاسو أليم مؤلم حنوتي رجك اللفتيس هو عذاب ويرى الذين كل ويأركيان أوتو العلم علم جلسيين الذي كي أنزل الوسود جي إليك حقاق ومن ربك ربك حقيس كيمن هو الحق إنه يهيب أجهن يراد أسوى أجهن وين ويهدي قرآن كاسو حكاهنون إلى سراد العزيز الله عزيز جفهس الحميد المهدسان ذاتك علم قاله إيمانك له وحيوجهن قرآن كريم كي إنه حقيا يأجهن وحيوجهن قرآن كريم كي وضادي الله إنه كره دي يأجهن وليا وحي كفة سنان قيامها مركي تقان بي أغاندونا قيامها بإنتان لقاني إنه حقيا بي هذا اللفت إذا بأجهن وين مركة ذاتك قرآن كي إنه حقيا وضادك إلو علم ده. علم معها بكثرة الرواية يعني إنت هاسو كتابة نغرسة إنت هاسان طالب علمها علمك معها ولكن نور يضعه الله في قلب من يشاء والنور إليه قلبك قليه وإنه الروح قفك حق قرتوي وعالم قفك حق مرق قرت ويرى ويؤجهين الذين كوي أوتوا العلم علم جلسي ومؤمنين تاه الذي كي أنزل إليك اللقوق سودة جيي من ربك الرب قال لك أجل سودة جيي هو الحق إنه يهي بأجهين يرى ويؤجهين الذين كوي أوتوا العلم علم جلسي الذي كي أنزل إليك اللقوق سودة جيي من ربك الرب قال لك سودة جيي هو الحق إنه يهي أو يهدي وكهنونين أيوه إلى سراد العزيز الله عزيز جي في سأل حميد أماتن وقال الذين كوي حين كفروا قالوا هل ندلكم ما إذن تسنى على رجل إن ينبئكم إذن كورامي إذا مزقتم مركا لإذن شاحتاحو أو لإذن بربريو كل ممزق شاحتاحو أدن أو آت كالتكتان عيدة كالرعدان إنكم إذن كل في خلق أبور إن أتكسبتني جديدنا عصر قوى قوى صدع كله مركز جاسية ترتب سيدان إليهين نبي الله محمد مقعيس هو عام ذاتكو دنباء ومقعيس يقان وحن أشيق ينا ذاتكو دنباء وذاق وحي كدق يان سيدي وحن لأغين وكلا يكدق يان ومشهور نبي مقعيس عدو دنباء إنو وحن لي من ذاتكو دنباء مركز نكا محمد الصايا لما يسكد إلى بينهن نساء سبو أي رئيس أي رئيسان أيها وقال الذين كفروا حين كفروا قالوا هل ندلكم ما إذن تسنى على رجل إن ينبئكم إذن كورامي إذا مزيقتم مركي لإذن جاحتاحو لإذن قوقويو أدعيدك للرعدان كل ممزق جاحتاحو يعني واحد كهذا يتير إنكم إذن كل في خلق أبورنا تخصونا نيسان جديد عصب عرم إذن تسنى بيلا بل كنبي الله محمد وعام مقعيس وعام وحيكدر أن هذا في أفترى موحو كبان أبورت على الله ألا كذبا بان أن به جنة ما سوى لبا كسوه والي بل الذين كو إلا يؤمنون عن رمين بالآخرة آخرة في العذاب عذاب بكسوغنانا أدونك يو الضلال بادي البعيد أو فق بكسوغنانا وحي إلى هذين ننكا ميدين تسنى مركا ننكاس ما ألو كبان أبورت وحن لو وحيوني بولي وحيوني ما سخيارك كغام إيمانين واني وعلانو اسكو لحضر مدين بيليهن الله وحوليه السيدة اسمه كوة آن آخرتهم أنين عذاب بقيامها كتران أدون كان الضلال بكتران مالك عذاب بكتران معناه ذو حوايين عملك عذاب كقلين لها بكتران عملك عذاب كقلين لها سبب في سيبه دبضها ياوين مالك نبي الله محمد ذات كور نباوك إنه عاقل يهي وعابد يهي ونظيف يهي وحوايه ويسيد بكتران هذا علماء الإسلام كأه ina wacdiyo markii sidaas oo kale loo dacayayna waa sidoo kale uu ogow aftara miyu ku been abuurtay bay yiraahdeen calaallahi alla kadiiba beeno u kasmiyo hadalkan u yiri ama sabihi jinnatu mawaliba ku sugano hadayaan ba ka keenay bal sida ma ahe iyagu ay sheegeen alladina kuwa la yu'minuna an rumaynin bil akhirati akhira an rumaynin fil adabi bay ku sugayno sababki adabki ku dhixtiraan iyo dalali baadi al ba'id wa fuk allahu ulayhi أفلم يروا مياني أرق إلى ما بين أيديهم وحور توضع إيوا خلفهم وحق ذا من السماء السمضع إيوا الأرض أرض ذا مياني أرق إنا شاهدان دون نخصف ونلقوين بهم يقع الأرض لك نلقوين سيدي قارون وكالي أو نسخد وحنكو سوريدي عليهم دوشو ذا كسفا قوق أو من السماء إن في ذلك قدر ذا إنتا لأق وحاكو سوغن لآية دليل وين لكل عبد العبد كل منيب أو توبة كان هو عقل عاقلة منيب الله وحليه وحن هرت وضع أو قلاش وضع أو دين عيد الأورام بكتيرة وصمد ميان أركني أرض ميان أركني دين عيد الأورام
in badan baa ilaa soo bandhigay hortaada hadaa doorto samadi ardaydu waa kuu muuqad xaqan hadaa doorto sidii oo kale xaqad dambe hadaa ciifso sidii oo kale miyina taa arkaynin allah qudrada sameeyay nama soo celin kara maxay u leeyihiin in baalale ilaah qudrada leh oo loo qirsan yahay oo cid samadi ardayda sheegatay jirin inta nin ilaah sheegatay nin samadi ardayda sheegtay ma jiro may ku taxsiiqaataan oo arkaan allah qudrada leh inuu soo celin karo waa aqli weyn weyn afalam yaroo miyaanay arag ila ma bayna aydihim wax hortooda wa khalfahum wax gadaashooda iyo dhinacyahooda oo mina samaa'i samadi wal ardu ardada allah wuxuu leeyahay qudradiis inna shahadan doono naxsif waanu lagoyn bihim iyaga al ardu dhulkaanu lagoyn sidii qaadun oo kale aw nusqid waxaanu ku soo ridi calayhim dushooda kisafan googo oo mina samaa'i samada googo kamid ha dusha laga keenin inna fi dhalika qudrada ajeebka waxa ku sugan la ayatan daliil weyn لكل عبد أذنك الله أذكى كل منيب أو طوبة كأنه حاقي لوي ولقد أتينا داود هذا نوح لنصف بندقة لبن نبيه عشد الشيء ويوم قدود وعدئونه ولقد أتينا وانسين داود داود منا حق يقى وحان كسين فضل وفضل بانسين وقلنا الوحان نكون ريا جبال بوره أو بي لتجيبية معه مع داود والدير مع الدير شمبرها معوده وألنا waan u jilcinay lahu isaga al hadiida birtiina waan u jilcinay waxaanu ku nidaa aan imal ka shaqee saabiqatin duruuc waaweyn oo balbalaaran samee waqadir isu qiyaasi sirdi isku tixida isku qiyaas isaga nabi daawud hortii duruucdu safxay ahay wax isku bixisay ahaayeen marka hadda wax la isa sursunano jilicsan bay noqonayaan masamirta ku jilicsan oo halow halow aan hagelin ku weyn oo meesha duleelka jabiyana ha ka dhigin isku qiyaas baa lagu yiri wacmalu amal fala fee bani daawudow saalixan camal wanaagsan inni anigu bima tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun waan arkaa buu allay nabi ilaahay daawud ambiyadii ree bani israa'iil buu ahaa wakii ree bani israa'iil markii lagu waajibiyey dagaalka jaaluud waa kii dilay nabi daawud boqornimo iyo waxaa la isugu daray iyo nabinimo marka fadli baan allay siiyey buu nabigu ka dhigay boqorna wuu ka dhigay wuu dambi dhaafay waxyaabo badan oo nicmaagu Alla siiyay ibaadadiisu buu Alla u saaray subhanahu wa ta'ala buuraha maxaa la yiri la jiibiya nabi ilaahi daawud markuu tasbiixda qaaya la tasbiixsada buuraha la tasbiixsanay shimbira wuu ugu ruxay codkiis nabi ilaahi muhammad abu muusa al-ash'ari oo quraan akhri buu habeen isaga taagay laqad utiya mizmaran min mazamiri daawud buu mizmarka waxa la yahay sawtka quruxsan ee danana waxa la siiyay buuri nabi daawud codkiisii oo kale yaalisi nabi daawud markuu ku dhawaaqo tasbiixda shimbiraha iyo buurta iyo waxa wada jidboon oo la qaaday abu muusa al-ash'ari saasoo markuu abu muusa al-ash'ari sallallahu alayhi wa sallam rasuulullah hadda anaga hayna ogtay la xabartu la ka taxbiir inta waan ka sii qurxin lahaa buuri abu muusa al-ash'ari abdullah ibn qays al-yamani marka nabi daawud nabigaas uu ahaa boqorto yaa la siiyay fadli baa la siiyay buurihiina way la qaadayaan oo way la jiibinayaan shimbirihiina sidoo kale birta waa loo jilciyeyo waxaa la yidhi waa qiso xadiis ma aha boqor maadaama uu ahaa magaaladu dhex gali baa leeyahay inuu isyar bedelay dadku way diyaayo ninkan boqorkan ee daawud bal ka warama dadka qaar way ka maadseega qaarna way ka eejeega malag baa u yimid baa leeyahay suura ruux isu yeelay markaas uu warnin iyo bal ka waran boqorkan daawud la yidhaah wuu fiican yahay ilaa hal masala mooye waa maxay halkaas bangigu ka cunaa baytumaalku ka cunaa buu markaas uu ilaahi sabariyay nabi daawud ilaahu farsama aan ku shaqeysto ilaahu ibar buu birta loo jilciyay marka birta inuu dab galiyo ku deeriyo uma baahna inuu dubo la dhacan uma baahna isaga gacantiisa ku sameeyno ku kala fidqano kala balaadino isku soo celino isku jabin marka maalintii hal dirac markuu sameeyay lacag badan buu siisay qayb uu sadaqaysan qayb isaga cuni waka sidaas ah nabi daawud waa sida alanna lahu alhadiid wa marka meesha waxa kale oo ka bartay sanacada Soomaalidu sanacada qaar badan bay yasaan sanacada nabi daawud ba birti sameeynaa dhow waa ninkii ugu sharaf badnaa waqtigiisa ayuu sameeynaa birti birtina hadda waxa weeye waa wax wanaagsan oo lagama maarmo dadka birta iyo inoo sameeya farsamo fiican bay inoo keenay hadda waa laga dalacayo injineer baa loo bixiyay ninkii iyo tiknika iyo waxba loo bixiyay birta sameeynta way sidii way fiicnaa hal ogaada birta sameeynteedu inayna ceeb ahayn hal ogaada insha Allah ta'ala الله وحول يه ولقد أتينا وانسيني داود النبي داود منا حاجة يجا فضل ما كسينا النبي نمو
يبقرتيو وقلنا وحانو ريا جبال بوريهو أوبي لجيبي لدواق لتصبيح سمعه مع داود والدير مع الدير سنبريه ونصدى سوك ليالا وألنا وان أجل عني الحديدة بارتبان أجل عني يوم دبنا أمباهنا دبنا أمباهنا قعنتي سوكوك لجبين كفذين سوتو القلعين أنا عمل بانو ليري عمل فل أو كسمه سابقات الدروع بالبلا رسمه وقدر إسو حساب إسكو سرقور في سرد إسكو تحب بل كان دروع لي أنت النبي داود كهرش صفحة واحدة إذا سيدنا قال إسوا ده هي مركز إسلا وحال ليري وحي يرو إسو سر سران ودليعه الله 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 بكرة كدك مركز لما دي بحاله ده سا إسو سر داي مسمار كأدقلين إسو ku yaro aan isku xajin kareen inuu saa u gadhicinayo noqonin kuweyno inta lagu kakabiyo ay birti jabtana iyo noqon isu xisaab waasida qadir isu xisaab isu qiyaas fi sirda haga tixda wa amalu amal fanaa nabi daawudo amalan salihan amal wanaagsan inni anigu bima taamaluna waxa amal falaysan basiru wan arkabu wali suleyman arriha wala qad sakharna wan usakhir li suleyman arriha quduha kala hadeedu shahru bilway والرواح وعرابها دون شهر بالوين وأصلنا ونسعتين ونردلالين لو يسقع عين القدر نحاس لاق نحاسة ومعدن تيدي أغسر دلاشة ومن الجن جن كانوا وحان أغسخرين يعملوا شقية بين يديه ورتيسة كل شقية بإذن ربه ربه إذن كيسو الله بأسهلي ومن يزغ قفكي اللي يحضر منهم جن كاميدا عن أمرنا أمر كي يقبوا ألا يري نزغه وندلسينينا من عذاب السعيري سعيد عذاب كذا الدسينين نبي الله سليمان ضبي سالو سهلين مركي فرده سورة صاد بيملاه كتيران فرده وساو داون يوصاب بندق يا صلاة دي عصر باك تكتب عليه مركاسو انتو قادة يو كل قد وده قورعي وبغن قوين مركاسو وده سغايسين إلهي ضبي سالو اقوب الدليل عليه مركا ضبي سالو مال الله ماشو دونو يو راعي كراس بالدق بالي فربدانو كمان كمان isaga ku fadhiisan iyo junuudiisa oo dhan dabayshoon ba qaadi bale division markay ka kalahdo isna xarmeesha la idaabay iman oo maalintii uu hadgelin markay la dar kaabul buutay baalinta damana tagi waa maalin gudahay ba hada labada meelood ba tagayaan wiilahi ba u saalay markaa adduunko dhan buu xukumi jiray ilaa markaa aynal qadirdu waxa weeye waa naxaasta wiilay naxaas waxa badan laga sameeyaa jira weelasha laga sameeyaa guriyaha laga sameeyaa dhalooyinka laga sameeyaa laad نحاسة يا أصحاب الغن ما تل سعتي ماشي معلنتي أي كتير ثم يدور دلاشن ومشيدا بيه يدور دران وخله وما يدور دسين دتبا وحيلة إنتلفيشن كه نبي الله سليمان يجينك بريج السماي دتبا عليه يعني وحي أشيء ذا ما دام أدون كورن حكومي تلفيشن كه إنه وحول بأصحاب غلا أصلا هو حكم معمولا سلا سوكله لكن جندي سادة فربنا ملو البكسو ورهم يشري balkii hududka waa ki jolo ciigaayo biya raadin jiray qadba meel bay ku jinkana wax walba qabanayo allah wuxuu leeyahay wali suleymana suleyman waxaan u saxiray arriixa dabaysha markuu fardhihi boqna gooyay quduuha kala heedo shahrun bilway wa in billa socdo war rawaahuha arabaheeduna shahrun bilway wa asalna waan u dhalaalinay waan u socodsiinay lahu suleyman aynal qidri laagin hasa wa alaabi wuxuu balaga sameeyo wamina jinni jinkana waxaan uga sahlay man qaar baan u sahlay yacmalu ka shaqeeyay idii hortiisa ku shaqeeyay biidi gabi gabi idankiis allah baa u sahlay jinku inay nabi suleyman ka amar qaataan allah baa u sahlay nabi suleyman inay ka amar qaataan waman yadhib qofkii ka leexdo minhum iyaga kamida an amrina amarka iyaga ka leexda nudiku waxaan u dhadhansiin min aadab sa'iri sa'irada aadab keen yaani amarku uu allah siiyay inay suleyman la shaqeeyaan ahay kalla han karimaaya yaamaluna waxay jinku u sameeyay lahu suleyman ma yashaa waxa la wuxuu doono barba wuxuu doono waxa la wuxuu doono u sameeyay yaamaluna waxay u sameeyay lahu suleyman jinku ma yashaa wuxuu doono oo min maxariiba dhisasta dheera wa tamaasiila suurooyina wajifaan alhariya oo kal jawaabi darko kala iyo quduurin dad yar saasiyatin oo sugano adna daarihi ku fadhiya marka iicmalu amal fala la yiri aala daawuda daawud dadkiisa oo shukran li ajli shukran ilaah sida idin jeelay ee wax walba idin sahlay xeed daawudo shukriya leey wa qaliilun way yarihiin bu alla yiri min ibaadi adoomahayga ashakuru kuwa shukriya yani xeed daawud ba shukri yar lama leey adoomaha gabi ahaan markii la isku daro inta shukri daay way yari marka nabi daawud
heerkiisi buu u qaybiyay Suleyman oo kale wuxuu ku yiri adigu maalintii intaas soo saacadood tuko kaasoo intaas saacadood tuko anigu habeenkii intaas saacadood baan tukanaya sidaas way qaybsadeen ba markaa waa tii xadiisku ahaa salaad waxa u fadhi badan salaadii Nabi Daawud habeenka niski buu horta seexan sulus uu soo jeedi sidusna hadana dib u seexan soona soonka Nabi Daawud yaa u fadhi badan waa xadiis sax ah maalina uu soo jiray maalina uu afur jiray oo soon faadu isku bixis noqdo marka daba waad la qabsan oo ku dhibi maay marka waxaa la yiri waraad u shukriya wa qaliilun min aadishaku iyaga qaliila lama leh ee daawud ba qaliila lama leh gabi ahaan ba adoomada dadka shukriyay way yarihiin Umar bin Khadaba wuxuu maqlay ninku ducaysan Allahumma ij'alni min alqaliilina bu la kuwa yar iga dhig war maxaad leedahay ba lay ayada saar raacsan oo kuwa yar ee shukriya ilaahay iga dhig baan u jeedaa bu markaasu Umar bin Khadaba aad bulay kullu naasi أعلم من عمر تذكر أن بعمره وتعلم بدنه رهيده وكون قناعي الله وحليه يعملون وحيؤشقين أو يعمل فلي له سليمان ما يشاء وحلا وحضنوه من محارب قريه دارة وتماثيل سورين وحلا وحي سورين حويان كي سورين جيده سورين وحل بي سورين برك هذا السورة هذا برك اللي أجو وحدتك وعذاب كله musawireenta ayaa kamida inta uu cadaab kulan qiyaama markii la tago qofkii wax suureeyay naf gali baa la leeyahay mar gelin karo cadaabku marka ku dhameysanaya marka suuradaasi waxay culimadu u badan yihiin wixii nafii ku jirto wixii yaani nafle oo la sawiro yey u badan yihiin oo khalqiga ilaahay buu dee shabahay ee hadii geedaha iyo dhagxaanta iyo waxa la sawiro wax dhibaato ama leh waxa kaloo dhib lahayn wax gabdha uu eego ee arurta yar yar oo quraysh ku ciyaari jireen ba jira taasuna dib ma labaane mid kale suurada xaradka yaani gacanta lagu qoray sheyga lagu duldhigay hadii waxa la googlada ay tahay taana dib ma labaane hadii waxa googlada marka waxa hadalku ka jooga suuradan hadda kaamirada la iskaga qabto marka suuradan kaamirada waa qaar ka hore nadii naf kama suuroobi karto dib ma la culimada qaar ka ayd waana loo baahan yahay day suuradii oo waxa mid kale abuur la abuurey ma ahee ruux hooskiisi Allah abuurey un baa la qabtay ee ruuxan waxa ma abuurin way marka dad baraba sax dadna waxay aaminsan yihiin culimada suuudiga fidiyadoodan maqlayayo waa xaraam qadacayna fidiyadood markay sheegayaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxay u sameeyleen ma yashaa'u min muhadiba wa tamathila iyo wajifan hariyo oo kal jawaabi dar oo kala ama barkad oo kala iyo qudurin dariyo raasiyaatino taagtaagan oo adag iicmalu amal fala marka aala daawuda reer daawuda shukran laajli shukran oo amal fala ilaaha nicmada idin siiyay daawud iyo suleymaano allah uu abal kaabal dhicinay uu abal guda shukrigaas waxa la idin ka rabaa nicmada idin siiyay wa qaliilu wayrihi min ibadi adomayga xagooda ashkuru kuwa shukriyaan nabiyullahi suleyman marka geeridiisa baa timid jinka u shaqayn jireen marka jinku way ka cabsan jireen hadalkiisana ma diidi jireen falamma qabdayna marka ku xukunay alayhi suleyman almauta geeridi ma dallahu matu sinin ala mauti geeridiisa illa daabatul ardi aborka mooyaan daabada dhulka cunta geedaha cunta mooyaan taasoo taakulu cunta misaata u shiisi ku tirsana falamma kharra markuu dhacay tabayyanatil jinni jinki waxay ogaadeen اللو كانوا أنو حالس لو كانوا هديهين يعلمون الغيب غيب كوؤب ما الله بسوئنا إنه كنا قادين في العذاب عذاب كالمهن والخدمة ده ويكبح لها مركب حال لي هاي بيت المقدس واكا سليمان لسي مركب جيدا سوبح تريب عليه جيدو جيدكم مركب صوبح ينبي قول الله اللي واقصة هذا الحديث ما جيد كانوا مقعاها مقعا سالم حاد كوس انتهي دوانا هاي بس والله تلالي سيداسانا سيداس مركب ملك موت ya u yimid baalay nabi Suleyman oo yiri geedka kharuuba la ila kharuuba maalintu soo baxo markaas aad dhimanaysaa ogow ku yiri geedki kharuuba ahaa soo baxay dumaga kharuuba la ila maxaad uga jeedaa baytul maqdis ba kharaabi markaan anu soo baxo marka nabiyullaahi Suleyman meeshii mihraabkii uu ku cibaadeysan jiray buu galay u shiisina saaso ugu tirsaday markaas ay naftii ka baxday marka gudgi albaabu leeyahay wuxuu leeyahay meelo dulduleela sidan ku halkaas ka soo dhawriyo tiisigu taagan bay arkayaan sanad dambay sidaa uu ku jireen baashan aboorka la yiraah
ya ushii gashay markaasay cuntay markay ushii lacday iyo isna dhacay markaasay ogaadeen way soo qaadeen waxa leey urdada intay soo qaadeen oo geed saareen intu maalintii cunay bay qiyaaseen hal sano ay noqotay baale markaa waxa leey jiinku wuxuu ugu abaal guday aboorka inuu biyo u soo dhaamiyo ciidna u keen aboorku waa kaar meel cidlo in gagan duundo ka sameen dheer oo biyihi oo qoyan iyo wixii oo dhan ka sameen si ka u soo dhaamiyay kuleey adu waa qisa waxaas marka nabi suleyman markuu dhacay jiinkuna markii hore waxay dadka ku dhisiinay qaybkan oo ognahay bay dhisiinay markay ogaan waayeen hal sano nabi suleyman oo meeyda oo meesha taagan inayna qaybka ogeyn dadko dhan way ogaadeen jinkii waana qisa ajeeb ah falamma qadayna markaan ku xukunay alayhi suleyman al-mawt geeridi ma dallahu matusin ala mawti dimashadiisa illa dabatul ard aradina wala jinaadahay daabada dhulka cunta daabato la daawada dhulka ku nool taakulu way cuntay misaatahu ushiisi bay cuntay falamma kharra markuu dhacay isagoo meeyda tabayyanatil jinni jinki waxay cadayseen oo u cadaaday anu xaali shaaniye law kaanu hadayhiin yaalamuuna kuwa og alqayba qaybka ma labisuu inay ku nagaadeen fil cadaabi cadaab kaal muhiin ee dulliga waa shaqadii kuma nagaadeen way shaqadii ahayeen ila ciqaabada wax walba iyaga loo diri jiray waa hore ku xoroobilaan markaas iska kala yaacayn way walaa subhanahu